بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى من على صفحة جريدة لو فيغارو، سنرى جزءا من هذا المقال. لا فرانس بروني بي أنتي فاكسان أون أوروب. إذا فرنسا هي البلد الأول ضد التلقيح أون أوروب في أوروبا. لا فرانس بروني بي أنتي فاكسان أون أوروب. لا روجول إي دو روتور. لا روجول إي دو روتور. كما نقول الحسبة في العودة أنها تعود. إذا نتكلم عن عودة الحسبة، إذا لا رجول إي دو روتور. سي داني زاني في هاد السنوات الأخيرة لي زونتي فاكسان، إذا نتكلم عن لي زونتي فاكسان يعني الأشخاص الذين هم ضد التلقيح نسميهم لي زونتي فاكسان. أون ريوسي يعني أنهم نجحوا. عندنا الفير ريوسي، أون ريوسي أفير بور يعني أنهم نجحوا في فعل الخوف. إي أون ميم تخوفي دي رولي، كما نقول أنهم أكثر من هذا تخوفي دي رولي يعني أنهم وجدوا منافذ أو سان دي بارلمون دو سارتان بي، داخل برلمانات. كما نقول هنا في حضن البرلمانات، المقصود داخل البرلمانات دو سارتان بي لبعض البلدان، المقصود بعض البلدان الأوروبية. يعني الأشخاص الذين لهم موقف من التلقيح وجدوا من يمثلهم في البرلمان. بمعنى آخر لا كونفيونس envers les vaccinations. La confiance. إذا نتكلم عن الثقة. envers les vaccinations. envers les vaccinations. كما نقول اتجاه التلقيح أو التلقيحات. ديمينوي انخفضت. إذا أصبحت الثقة في التلقيح منخفضة. يعني أن الناس لم تعد لهم الثقة كما كانت في التلقيح. Le niveau d'immunité de la population a chuté. Le niveau d'immunité. إذا نتكلم عن مستوى المناعة. لو نيفو ديمونيتي دو لا بوبولاسيون اشيتي. إذا نتكلم عن مستوى المناعة للسكان اشيتي، كما نقول أنه سقط. اشيتي نتكلم على الشيت يعني السقوط. اشيتي يعني أنه سقط، المقصود أنه نزل بشكل مهول. بمعنى آخر لمالادي سون دو روتور، الأمراض أنها في العودة، المقصود أنها تعود. كما نقول أن الأمراض أصبحت تعود مادام أن الناس لم يعودوا يأخذون التلقيح بالشكل الذي كان. أنكيت سور لا سيتياسيون إبيديميولوجيك أون أوروب. إذا نتكلم عن مسح الوضع الوبائي، نتكلم عن الإبيديمي يعني الوباء. إبيديميولوجيك إذا نتكلم عن الوبائي. إبيديميولوجيك كما نقول الوبائي. إبيديميولوجيك عندها علاقة ب الإبيديميولوجي، عندها علاقة ب الإبيديميولوجي. إذا نتكلم عن علم أو بيئة. إذا هنا عندما نتكلم عن لا سيتياسيون إبيديميولوجيك، إذا نتكلم عن الحالة المتعلقة بعلم الأوبئة أون أوروب يعني في أوروبا. إذا كما نتكلم هنا عن حالة متعلقة بدراسة الوباء. كما نلاحظ بأن المقال يعود لبداية سنة 2020. هذا الموضوع بدأ يتصاعد بشكل أكبر، بحيث أصبحنا نشهد مؤخرا مثلا الأشخاص الذين يناهضون التلقيح طبعا أصبح عددهم يتزايد. فمثلا على صفحة مايل أونلاين تنشر خبرا حول تعاظم هذا الصوت، والذي ينشط طبعا على مواقع التواصل. تنشر خبرا لسكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، الذي قال بأن التطعيم سيكون عام وملزم لكل الأشخاص. طبعا في ظل هذا النداء بدأت تتزايد أصوات مناهضة للتلقيح. فمثلا على جريدة لوموند تعنون هذه الجريدة les activistes anti-vaccins utilisent les réseaux sociaux pour propager leurs idées. les activistes إذا النشطاء anti-vaccins ضد التلقيح utilisent les réseaux sociaux، أنهم يستعملون مواقع التواصل، كما نقول هنا يستعملون شبكات التواصل pour propager، نتكلم عن لوفا propager يعني نشرة، leurs idées، من أجل نشر أفكارهم. pour propager leurs idées، لنشر أفكارهم. إذن النشطاء ضد التلقيح يستعملون شبكة التواصل من أجل نشر أفكارهم. très ancien يعني قديما جدا. multiforme كما نقول ومتعدد الأوجه. l'activisme anti-vaccin النشاط الذي يأخذه طبعا النشطاء. إذا نتكلم عن لي زاكتيفيست يعني النشطاء، لاكتيفيزم كان نتكلم عن نشاط أنتي فاكسان
الضد تلقيح، كما نقول. إذا نتكلم عن نشاط ضد التلقيح، أتخوفي سور يوتيوب لو بار في التيران دو ديفيزيون بور سيزيدي تخيز انسيا اي ملتي فورم. إذا نتكلم عن شيء قديم جدا ومتعدد الأوجه، من يكون هذا الشيء؟ لاكتيفيزم أنتي فاكسان. إذا نتكلم عن نشاط ضد التلقيح هو القديم جدا والمتعدد الأوجه. أتخوفي سور يوتيوب، أنه وجد على يوتيوب تويتر اي فيسبوك، وجد على هذه المنصات الثلاث لو بار في التيران، كما نقول أرضية الجيدة دو ديفيزيون لنشر أو لبث. نتكلم على لو فيرب ديفيزي يعني نشر أو بث، إذا ديفيزيون المقصود بالبث. بور سيزيدي لبث أفكاره، المقصود لنشر أفكاره. النشاط المضاد للتلقيح وجد على هذه المنصات الثلاث يوتيوب تويتر اي فيسبوك، وجد عليهم أرضية الكافية أو المثالية لكي يبت أفكاره. ثم أن جريدة لوموند تأخذ امرأة كمثال ونموذج لنشاط مضاد للتلقيح. La jeune femme est assise devant un mur sombre. المرأة الشابة كما نقول est assise يعني أن جالسة. إذا نتكلم على le verbe asseoir. La jeune femme est assise devant un mur sombre. إذا المرأة الشابة كما نقول est assise أن جالسة. Est assise أن جالسة. نتكلم على le verbe asseoir devant un mur sombre. أمام حائط مظلم. Face aux caméras. مواجهة للكاميرا، المقصود أنها تجلس أمام الكاميرا. إلي سون تكست، وتقرأ نصها، المقصود أنها تكتب نصا ثم تقرأه أمام الكاميرا. إلي سون تكست، هي تقرأ نصها دون فوا بارفوا إزيتونت. إذن هي تقرأ النص بصوت في تردد، يعني أنها تتردد في أن تكمل الكلام. بمعنى آخر، كما لو تقول الجريدة هنا بأن الشابة غير واثقة في كلامي، بمعنى آخر مدامت أنها تتكلم وهي مترددة في كلامها، كما لو أنها غير واثقة من كلامي بمعنى آخر. إذا la jeune femme est assise devant un mur sombre face aux caméras elle lit son texte d'une voix parfois hésitante. إذا هي تقرأ النص بصوت d'une voix parfois أحيانا hésitante متردد. طبعا هنا hésitante نتكلم على la voix يعني الصوت، كلمة صوت في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة، لذلك نقول هنا إزيتونت ولا نقول إزيتون. إل راكونت، هي تحكي كالمومو بشكل هادئ. نقول عن شيء بأنه كالم يعني أنه هادئ، كالمومو بشكل هادئ. كومو إلا ديكوفر كولي فاكسان وسيرف أريان. إل راكونت، هي تحكي كالمومو بشكل هادئ، المقصود أن تحكي بهدوء. كومو إلا ديكوفر، كيف هي اكتشفت، طبعا نتكلم عن لو فيرب ديكوفرير كولي فاكسان، كيف هي اكتشفت كولي فاكسان وسيرفي اريان، كيف ان التلقيح او التلاقيح، نتكلم عن التلقيح بصفه الجمع هنا، نوسيرفي اريان بان لم تكن تصلح لشيء، اتمام دونجور، وكانت اكثر من هذا خطيره. اذا تقول عن التلاقيح بانها كانت أكثر من هذا، ليست فقط أنها لا تصلح لشيء بل كانت خطيرة. إي سيرفي اونيكمون أ انريشير لوغ فابريكون، وتصلح فقط، إي سيرفي اونيكمون، وتصلح فقط أ انريشير لإغناء لوغ فابريكون، يعني صانعيها هاد التلقيح أو هاد التلاقيح التي تعطى للأشخاص، أنها لم تكن تصلح لشيء بل أنها كانت خطيرة. الشيء الوحيد الذي تصلح له هو إغناء من يصنعها. إسافي يونيكمون، إسافي يونيكمون أنريشير لو فابريكون، وكانت تصلح فقط لإغناء منتجيها وصانعيها. سيت فيديو، هذا الفيديو أبلي يسمى تيمونياج دون مامون أنتي فاكسان، إذا شهادة أم أنتي فاكسان ضد التلقيح. إذا نتكلم عن أم، كما نقول أصبحت لها تجربة ضد التلقيح. إذا نتكلم هنا عن أم، كما نقول عندها تجربة استنتجتها وخلصت إلى هذا الذي تقوله هنا. Et partout sur internet، وفي كل مكان على الانترنت.
cette vidéo, هذا الفيديو appelé témoignage d'une maman anti-vaccin. إذن هو عنده هذا العنوان et partout sur internet. هو في كل مكان على الانترنت. المقصود أنه انتشر انتشارا واسعا على الانترنت هذا الفيديو الذي عنوانته السيدة témoignage d'une maman anti-vaccin. إذن شهادة أم ضد التلقيح. copié à de multiples reprises, نسخة لعدة مرات. copié à de multiples reprises. copié à de multiples reprises. نسخة لعدة مرات. On la retrouve dans de nombreux groupes Facebook. نجده في عدة مجموعات على الفيسبوك. sur YouTube. على يوتيوب. تويتر على تويتر. او ديلي موسيون. طبعا نتكلم عن هذه المنصات. cette vidéo de 8 minutes. cette vidéo de 8 minutes. هذا الفيديو الذي مدته 8 دقائق. initialement posté sur YouTube. في البداية أنه رفع على اليوتيوب. par son auteur من طرف مؤلفته التي تسمى ماهر جبار. AETV plus de 1 مليون ادمي دو فوا. AETV كما نقول أنه رؤية. نتكلم على لوفا فواغ يعني رأى أو شهادة. AETV كما نقول أنه شهد plus de 1 مليون ادمي دو فوا. يعني أنه رؤية أو شهد أكثر من مليون ونصف مرة. avant que les deux principales versions soient supprimées par Facebook et YouTube. إذن قبل النسختين الرئيسيتين سواء أن تكون سواء سيبخيمي أن تكون ممسوحة أن تمسح par فيسبوك ويوتيوب قبل أن تمسح من طرف فيسبوك ويوتيوب إذن المقصود هنا قبل حذف النسختين الرئيسيتين بواسطة فيسبوك ويوتيوب كما نلاحظ هنا avant que les deux principales versions قبل أن النسختين الرئيسيتين سوا سيبخيمي كما نقول أن تكون ممسوحة par فيسبوك ويوتيوب من طرف فيسبوك ويوتيوب ثم فيسبوك ويوتيوب اي امازون اوسلوطون اوس يعني رفع ومنها لا هوتور يعني الارتفاع اوس يعني رفع فيسبوك ويوتيوب اي امازون اوسلوطون اذا فيسبوك ويوتيوب وامازون رفعوا كما لو نقول النغمة المقصود كما لو نقول انهم اغلظوا الصوت كما لو نقول او انهم رفعوا من الصوت يعني كما نقول رفعوا من حدة الصوت تجاه هاد الفيديوهات تجاه نشر هاد الأخبار لونتون إيزيتونت سور سو سوجي إذا لونتون كما نقول منذ زمانين أو منذ وقتين إيزيتونت إيزيتي يعني تردد يعني أن الشخص يقول سأقوم بهذا العمل ثم يقول لن أقوم بهذا العمل يعني أنه غير حاسم في القيام بعمل ما إذا نتكلم على الفيرب إيزيتي إذا لونتون إيزيتونت إذا المقصود هنا أنه منذ زمن طويل إيزيتونت أنها مترددة سور سو سوجي على هذا حول هذا الموضوع يعني موضوع منع الفيديوهات المتحدثة ضد اللقاح إذا لونتون إيزيتونت سور سو سوجي إذا منذ زمانين وهي مترددة حول هذا الموضوع طبعا نتكلم عن فيسبوك يوتيوب إي أمازون كي توش على فوا إذا لونتون إيزيتونت sur ce sujet إذن منذ وقت وهي مترددة حول هذا الموضوع الموضوع هذا كي توش على فوا لا سونتي الذي يمس من جهة الصحة كي توش على فوا لا سونتي بيبليك الذي يمس من جهة بالصحة العامة اي على ليبرتي ديكسبرسيون ولحرية التعبير الفيديوهات المنشورة كما نقول انها تمس بالصحة العامة مادام انها تحرض ضد التلقيح تلقيح كما يقال بانه ضد امراض متعددة يعني أن التلقيح يؤخذ لمواجهة أمراض تفتك بحياة الإنسان إذن كي توش على فوالا سانتي بيبليك إذن مادام أن هذه الفيديوهات أنها تنشر وتقول بعدم أخذ التلقيح فالناس من خلال هذه النظرة أن الناس سيتعرضون للأمراض ومن جهة أخرى إي على ليبرتي ديكسبرسيون إي على ليبرتي ديكسبرسيون إذا منعت الفيديوهات فكأننا نحرم الناس حرية التعبير إذن فمن جهة الناس من حقهم حرية التعبير أن يعبروا عن أنفسهم طبعا أن يقولوا ما يعبر عن أنفسهم les grandes plateformes en ligne ont haussé leur ton contre les contenus anti-vax les grandes plateformes en ligne إذا نتكلم عن المنصات الكبرى en ligne كما نقول أن على الخط التي يمكن أن نصل لها
عبر الانترنت. ستيلوتو يعني ان مرافعه النغمه، المقصود ان مرافعه الصوت. كونتخ لي كونتوني ضد المحتويات. اونتي فاكس المضاده للتلقيح. سي ديرنيير سومين هذه الاسابيع الاخيره. كما نلاحظ بان هذا المقال نشر يوم 29 مارس 2019، يعني ان الناس منذ زمان ولهم هذه النظره. اذا كما قلنا لي غروند بلاتفورم اون لين اون سي لو طون كونتر لي كونتوني اونتي فاكس سي ديرنيير سومين. اذا نتكلم عن هذه المنصات بان رفعت الصوت، مقصود ان اخذت شيء من الحده ضد المحتويات المضاده للتلقيح هذه الاسابيع الاخيره. فيسبوك انونسي كو لي غروب اونتي فاكسان. اذا فيسبوك انه صرح كل جروب اونتي فاكسا بان المجموعات المضاده للتلقيح نو سوري بلو تروفابل، يعني ان لن تكون موجوده دون سون موتور دو ريشيرش، لن يسمح بها في محرك البحث الخاص به. فيسبوك انونسي كل جروب اونتي فاكسا نو سوري بلو تروفابل دون سون موتور دو ريشيرش اي كيل نو سوري بلو بوسيبل دو فير دو لا بيبليسيتي سور سو تيم وبأنه لن يكون ممكنا القيام بإشهار على هذا الموضوع. أمازون a retiré de son catalogue de vidéo à la demande Vaxed. أمازون a retiré de son catalogue de vidéo à la demande. أمازون سحبت من قائمتها دو فيديو للفيديوهات. إذن أمازون سحبت من قائمتها للفيديوهات à la demande عند الطلب. المقصود أن أمازون طلب منها أن تسحب فسحبت. إذن هي سحبت من قائمتها للفيديوهات فاكسد، فيلم يسمى فاكسد. إذن هاد فاكسد طبعا هو موجود على الانترنت. لو فيلم كونسبيراسيونيست كولت، فيلم كونسبيراسيونيست مقصود بها بيرسون كي ديفون لا تيوري دون كونسبيراسيون اورغانيزي بور مانيبولي لوبينيون. إذن نتكلم عن الشخص كي ديفون الذي يواجه لا تيوري. إذن نتكلم عن نظريه دون كونسبيراسيون. لا كونسبيراسيون مقصود بالمؤامره، ومنها كونسبيراتور مقصود بها متآمر. في المؤنث نقول كونسبيراتريس متآمره. الشخص الذي يؤمن بان هناك مؤامره يسمى كونسبيراسيونيست. طبعا هنا نتكلم عن لو فيلم كونسبيراسيونيست فاكسد، هذا هو عنوان الفيلم. هذا لو فيلم ننعتو بانه كونسبيراسيونيست، كما لو نصف هذا الفيلم بانه يعرف بالمؤامره ويفضحها. ثم عندنا كولت. كولت المقصود بعبادة دين تعبد أو حب عميق. إذا كولت المقصود بعبادة دين أو تعبد أو حب عميق. فورم دو براتيك روليجيوز شكل لممارسة دينية. إذا المقصود نتكلم عن عبادة أو نتكلم عن روليجيون يعني دين، فينيراسيون يعني تعبد، أو بيان أمور فيرفون إذا نتكلم عن حب عميق. إذا هاد كولت تعني كل هاد المعاني. هنا طبعا ناصف فاكسد بانه لو فيلم كونسبيراسيونيست كولت دي زونتي فاكس. اذا كما لو نتكلم عن فيلم المؤامره الذي يجمع الاشخاص المناهضين للتلقيح. اذا نتكلم عن فيلم المؤامره الذي يجمع الاشخاص المناهضين للتلقيح. اذا نتكلم عن فيلم يتكلم عن المؤامره والذي يجمع الاشخاص المناهضين للتلقيح. عموما هو فيلم يجمع شهادات توثق لهذا الأمر. طبعا هو فيلم يجمع شهادات توثق للمؤامرة كما نقول. إذن لو فيلم كونسبيراسيونيست كولت دي زانتي فاكس. نتكلم عن فيلم مؤامرة كما نقول الذي تعلق به الأشخاص المناهضين للتلقيح. ثم يوتيوب أديمونيتيزي بليزيور فيديو كونو سور سو تيم. يوتيوب سحب الأرباح من على مجموعة فيديوهات معروفة حول هذا الموضوع. مجموعة فيديوهات تتكلم عن الموضوع سحبت من عليها الأرباح. مثلا سحبت من عليها الإشهارات التي تأتي بالأرباح. مجموعة فيديوهات تتحدث حول الموضوع سحبت من عليها الأرباح. يوتيوب a démonétisé plusieurs vidéos connues sur ce thème. Après un article بعد مقال du site américain للموقع الأمريكي بوزفيد. هذا الموقع نشر مقالا بعده سحبت يوتيوب الأرباح من على الفيديوهات التي تحض مثلا على عدم التلقيح. إلو سيت دو بارتاج ديماج بينترست. إذا نتكلم عن موقع مشاركة الصور بينترست، إذا هو موقع جميل في الحقيقة. تخيز يوتيليزي
مستعمل بكثرة، très utilisé يعني أنه مستعمل بكثرة par les mères de famille aux États-Unis، مستعمل بكثرة من طرف أمهات العائلات، المقصود من طرف الأمهات aux États-Unis في أمريكا بالولايات المتحدة الأمريكية. a également bloqué هو أيضا منع، a également bloqué يعني أنه هو أيضا حضر toutes les recherches liées au sujet de la vaccination، يعني أنه حضر كل أبحاث أو كل بحوث ليه المرتبطة، ليه المرتبطة نتكلم على الفيرب ليه يعني ربطة، ليه au rejet de la vaccination، ليه au rejet de la vaccination المرتبط برفض لا vaccination التلقيح. كل بحث تبحث فيه عن رفض التلقيح لن تجده، يعني كل بحث أنت تبحث فيه عن رفض التلقيح أو أسباب رفض التلقيح مثلا لن تجد هذا الموضوع. كلما بحثت في هذا المحرك عن أسباب مثلا عدم التلقيح أو ما هي حجج الأشخاص الذين يرفضون التلقيح إلى آخره لن تجد المواضيع المتعلقة به. إذا نتكلم هنا عن روجي، روجي سلاكسيون دو روجتي، روجي سلاكسيون دو روجتي. إذا نتكلم عن الرفض، لو روجي هو الرفض، روجتي رفض. إذا كما قلنا بأن سكوت موريسون أنه يقول بأن التلقيح سيكون إلزامي لكل الأستراليين، وآلاف أشخاص أنهم يشنون حربا ضد التلقيح من على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى في إفريقيا هناك حرب بعدة عناوين ضد التلقيح كما نرى في هذا العنوان Une rébellion contre les vaccins parcourt les réseaux sociaux africains. إذا نتكلم عن تمرد ضد اللقاح parcourt، طبعا نتكلم عن الverb parcourir المقصود به جابة، يعني أنه يزور عدة أماكن وفي اتجاهات متعددة. إذا نتكلم عن الverb parcourir كما نتكلم عن انتشر، كما نقول انتشر أو ينتشر. إذا une rébellion contre les vaccins، إذا نتكلم عن تمرد ضد التلقيح parcourt les réseaux sociaux africains، يجوب مواقع التواصل الاجتماعي الأفريقية كما نقول أنه ينتشر فيها. على الصورة في هذا الإعلان مثلا طبيب يريد أن يلقح شخصا، لاحظ على كتفه شعار الاتحاد الأوروبي، إذا يريد أن يلقح إفريقيا وامرأة تتعرض له بساطور. جزء من الصفحة كما نرى راسيست اي كونديسوندون، إذا نتكلم هنا عن شيء بأنه عنصري ومتعالي. لا كونديسوندونس المقصود بأن يتفق معك شخص أو يعقد معك اتفاقا، هذا الاتفاق بموجبه كأن هذا الشخص يمنحك عطاء أو يمنحك فضلا، كأنه يجود عليك. إذن هذا يسمى لا كونديسوندونس. طبعا في هذه الحالة كأن فرنسا تجود على إفريقيا، كأن فرنسا تعطي لإفريقيا ويجب أن تكون هي الكبرى. كما نتكلم عن التعالي، إذن سي فوس أفيرماسيون هذه التصريحات الخاطئة. أون كوني أنيكو يعني أنهم عرفوا صدى. طبعا كما تقول الجريدة هذا الذي يتردد في الأوساط الإفريقية، كما تقول بأن الادعاءات كاذبة، هذا الذي يتردد في الأوساط الإفريقية من تخوف من التلقيح. إذن كما تقول الصحيفة هنا سي فوس أفيرماسيون، هذه الادعاءات الكاذبة أو هذه التصريحات الخاطئة. نتكلم عن التخوفات التي تسود الأوساط الإفريقية من التلقيح. إذن سي فوس أفيرماسيون أون كوني أنيكو أنها عرفت، نتكلم عن التصريحات الكاذبة التي تروج الآن. أون كوني أن عرفت أنيكو أن عرفت صدى، المقصود أن عرفت انتشارا تو بارتيكولي خاصة أبخي إن ديسكسيون بعد مناقشة أونتخ دو ميدسان بين طبيبين لو 1 أفريل على التلفزيون فرانسيز. إذن يوم 1 أبريل على التلفزيون فرانسيز، على التلفاز الفرنسي أو على القناة الفرنسية كي يسوسيتي، نتكلم عن نقاش بين الطبيبين الفرنسيين اللذان اقترحا تجربة اللقاح في الأفارقة قبل تعميمه كلقاح. إذن من خلال هذا النقاش الذي ظهر للعالم أكيد من حق الأفارقة أن يخافوا، هم أصبحوا يرون أنفسهم في أعين فرنسا كأنهم في إيران تجارب. سي فوس أفيرماسيون أون كوني أنيكو تو بارتيكولي
après une discussion entre deux médecins le 1er avril à la télévision française. إذن هاد الادعاءات الكاذبة أو هاد التصريحات الخاطئة أنكوني أن عرفت أنكو كما لو نقول صادة كما قلنا انتشارا تو بارتكولي بالخصوص أبخي إن ديسكيسيون بعد محادثة أو نقاش entre deux médecins بين طبيبين le 1er avril à la télévision française إذن يوم 1 أبريل على القناة الفرنسية كي سوسيتي والتي أثارت طبعا نتكلم على الفيرب سوسيتي المقصود به يحدث أو يسبب إذا نتكلم عن فار ناتر وبيه كوزي فار ناتر أنك تعمل على ولادة كوزي كوزي أنك تسبب هذا معنى فعل سوسيتي كيا سوسيتي إذا هذه التصريحات التي حدثت على قناة فرنسية كيا سوسيتي التي أثارت أو سببت لانديناسيون كما نقول غضبا لانديناسيون غضبا دون دو نومبرو بي في عدة بلدان إفريقية وغير إفريقية بسبب التصريحات العنصرية ثم كأنهم سيقدمون لنا عطاء وتفضلا منهم بأنهم سيعطونا تلقيحا ربما مجانا لكن باطن هذا الأمر أنهم يقومون بتجارب حسب التصريح الذي ظهر للعلن وأكد أن هذا التصريح له خلفيته لا يمكن أن يظهر بهذا الشكل بدون خلفيات طبعا في الدول الغربية عموما هناك مجموعة مصادر جعلتها تخشى التلقيح جعلت الكثير من الناس في الغرب أنهم يخشون التلقيح أهمها تصريحات نشطاء وأطباء ثم ما ظهر مثلا على فيلم فاكسد بالإضافة إلى تصريحات مثلا البروفيسور الفرنسي المعروف ديدي راول الذي يدعو إلى القطع مع مجموعة تلقيحات اعتدى عليها الفرنسيون ثم يدعو إلى اجتماع الدورية من أجل دراسة الأوضاع المتجددة من أجل دراسة الأوضاع المتجددة والقطع مع أخذ بعض التلقيحات كعادة أن تكون كعادة دون جدوى كما نقول أنه يدعو إلى عقلنة إعطاء التلقيحات وأن لا تعطى التلقيحات هكذا فقط لأن الدول اعتادت عليها ممكن أن هناك أمراض اختفت فلا تحتاج تلقيحات كما يمكن اعتماد تلقيحات أخرى بمواصفات معينة بسبب ظهور فيروسات وأمراض جديدة كما ظهرت مواقع أو جهات أنها تشكك في كوفيد 19 وتشكك في الهالة التي أعطيت له المسؤولون من جهتهم يقولون إذا كانت الكثير من الأمراض قد اختفت فهذا بفضل التلقيح التي تعطى طبعا للساكنة أو للأطفال بالخصوص والتي وقفت سدا مانعا ضد هذه الأمراض وهذه الفيروسات مسؤولة الصحة الفرنسية مثلا تقول بأن لا تستطيع أن تغامر بإلغاء بعض التلقيح وترى أطفالا يضيعون بسبب هذا القرار طبعا كما نرى بأن هناك الكثير من الجدل حول التلقيح التي تعطى للسكان خاصة مع ظهور أوبئة جديدة طبعا المسؤولون من جهتهم أكيد يتتبعون هذه الأمور وهناك دكاترة ومختصين في هذا المجال يستطيعون التمييز بين كل هاد المعطيات طبعا وأغلب الظن ومهما يكون ليس هناك مسؤولون يريدون الإساءة إلى شعوبهم إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.